نرحب بضيفنا من القدس المحتلة المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دالياني. أهلا بحضرتك سيد ديمتري. من المفترض أن وفدا من حماس سيلتقي وفدا من فتح في موسكو خلال ساعات، على ماذا سيتم النقاش؟ الحوار في المجال السياسي الفلسطيني هو حوار مهم ويجب أن يكون، وخاصة في الظروف التي نعيشها الآن يجب أن يكون بشكل متواصل. هناك وفد قد التقى من التيار الإصلاحي في حركة فتح مع قيادة حماس في الدوحة، وكان لقاء هام جدا، وتبعه الآن لقاء مع تيار الرئيس محمود عباس في حركة فتح مع قيادة حماس. نحن نؤمن بأن الحوار يجب أن يكون دائما، شعبنا يذبح في قطاع غزة، ويجب أن يكون خطابنا أمام العالم موحد، ويجب أن يكون موقفنا موحد، ويجب أن نشكل داعمة لبعضنا البعض، لأنه في نهاية المطاف كل هذه الجهود يجب أن تصب لصالح القضية الفلسطينية، لصالح حماية أبنائنا وبناتنا في قطاع غزة. طيب الآن ما هي الاحتمالات سيد ديمتري؟ يعني هذا الحوار أولا إلى ماذا يهدف؟ ثانيا ما هي الاحتمالات؟ يعني إذا ما هذه ليست المرة الأولى التي يتحاور فيها الطرفان أو الأطياف الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والحركات السياسية الفلسطينية في روسيا، صحيح؟ ليست المرة الأولى، ليست المحاولة الأولى، ما هي الاحتمالات الآن؟ هو ليس هناك أهداف معلنة مثل إنهاء الانقسام مثلا أو غيره في الظروف الحالية، هي لتقريب وجهات النظر، وهذا أمر مهم، وهذا أمر نحن نرحب فيه في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ونشجعه، لأنه في نهاية المطاف نحن في إطار التوافق الوطني خرجنا بمبادرة لليوم التالي لهذه أو أفكار، مجرد أفكار لغاية الآن، لليوم التالي لحرب الإبادة، وأن هذه الأفكار التي تم طرحها في مقابلة للأخ محمد دهلان مع النيويورك تايمز في 14 من الشهر الحالي هي محور حديث، ويجب أن ونتوقع ونريد أن يتوافق وأن يكون الحوار ليشمل الجميع بما فيها طبعا التيار الذي يقوده الرئيس محمود عباس في حركة فتح. لذلك نحن نقول بأن كل تقارب لوجهات النظر هو أمر هام ويخدم القضية الفلسطينية. نحن موقفنا واضح، مبادرتنا واضحة، نريد من الجميع أن ينضم إلينا، وهذه المبادرة لم تلقى أي اعتراض من أي جهة فلسطينية، مما يعطيها الزخم اللازم للانطلاق أكثر نحو التحرك الجماعي لتحقيقها، وهذا ما نسعى إليه، وهذا ما نريد أن يتم ليس فقط تحقيقه بين حوار الجميع، نحن نريد لهذه المبادرة أن تكون موجودة على طاولة الحوار بين الجميع، لكي إن يعني تكون هي القاعدة التي تنطلق منها أفكار وجهود في نهاية المطاف. هدفها الأول والأخير هو وقف سفك دماء أطفالنا في قطاع غزة، والانطلاق نحو عهد جديد يؤدي إلى فجر جديد لشعبنا الفلسطيني في طريق نضاله نحو تجسيد حقه الطبيعي في تقرير المصير. طيب إذن هذه المبادرة يا سيد ديمتري موجهة للجميع، لا تستثني أحدا، وأرجو منك مرة أخرى أن تعيد تذكيرنا ببنود هذه المبادرة في نقاط. المبادرة هي أن يكون هناك إدارة أو حكومة فلسطينية يقودها شخص مستقل، الشخص المستقل يقوم بعدة مهام. هذه الحكومة أو الإدارة مساحتها وفي الضفة الغربية وقطاع غزة،
تقوم بالإصلاحات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، تبدأ عملية إعادة البناء بدعم عربي بحماية قوات أمن عربية، وتنطلق نحو أيضا التحضير لانتخابات فلسطينية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني. هذه الحكومة تكون هي صاحبة كامل الصلاحيات التنفيذية في هذا الإطار في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا ينافسها أي أحد، وتكون بإجماع وطني. طيب، هذه الدعوة موجهة للجميع يا سيد ديمتري، صحيح؟ لقد تم إطلاق هذه، ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن هذه المبادرة، لقد تم إطلاقها في مقابلة في 14 من شباط في النيويورك تايمز، وتم تغطيتها بشكل مكثف على كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وحتى التواصل الاجتماعي كان لها حضور وما زال لها حضور كبير، والآن هي تناقش في الأروقة الدبلوماسية أيضا، لأنها لا يوجد الآن على الساحة سوى إما هذه المبادرة الوطنية أو ما خطة نتنياهو، لا يوجد شيء آخر عملي ممكن أن يتم تنفيذه في الوقت الحاضر مطروح على الطاولة، فإما هذه أو نتنياهو، أو نأمل أن تكون هذه مبادرة يعني قاعدة للنقاش وربما الخروج بما هو أفضل. هذه ليست مكتوبة على صخر وليست قرآنا كريما، هذه مبادرة ممكن أن يتم الحديث فيها والنقاش، لكن هي مبادرة لديها من الزخم الذي ليس من الذكاء أو الحكمة أن نقوم بالقفز عنه لأمور جديدة. طيب، هل لنا أن نربط بين الأمرين يا سيد ديمتري؟ هل لنا أن نربط بين المبادرة ربما وبين اجتماعات روسيا؟ أنا لست موجود في روسيا ولسنا موجودين في هذه اللقاءات، لكن بالتأكيد ومن الطبيعي أن تكون كون هذه يعني كونه موجود على الطاولة خطة نتنياهو الاحتلالية التي تحتوي على مزيد من القمع والحصار لقطاع غزة، والخطة الوطنية المقابلة، هذه الخطة هذه المبادرة التي تخرجنا كشعب فلسطيني وتوفر الحماية لأبنائنا وتتعهد بعهد جديد فيه وحدة وطنية وانهاء الانقسام ويوم جديد وإعادة بناء للنظام السياسي الفلسطيني على القواعد الديمقراطية. من الطبيعي ومن المتوقع أن تكون هذه المبادرة يعني قيد نقاش ليس فقط في موسكو، لكن هي فعليا قيد النقاش في كل مكان وفي كل حوار سياسي جدي فلسطيني، هي موجودة. هي لا أدري إذا كانت تحمل العنوان أو متى وأين هي من جدول الأعمال، لكن حينما تجد الناس يتحدثون عنها في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان وفي مصر وفي أوروبا، فأنه من الطبيعي أيضا أن يتحدث فيها القيادات حينما يجتمعون، وخاصة أن أعضاء السلك الدبلوماسي يتداولون هذه الأفكار بشكل نشط. طيب، هل لنا الآن أن نربط أيضا بين استقالة الدكتور محمد شتية وبين اجتماعات روسيا؟ لا أعتقد أن حركة حماس، تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، المجموع الوطني، القوى الوطنية أبدت مواقف واضحة من هذا التغيير بأنه لا يعنينا هذا التغيير. نحن ننظر إليه كتيار إصلاح ديمقراطي في حركة فتح أنه ليس له أو ليس ذو صلة بمستقبل الشعب الفلسطيني، كون نحن في نظام سياسي رئاسي، وقضية استبدال الحكومة ما دام النظام السياسي هو نفسه وغير خاضع للتغيير الجذري، فهذا تغييرات بالمسميات لكن النهج يبقى واحدا، وطريقة الاستبدال أيضا هي تتبع نفس النهج الذي نحن ننظر إليه، بالإضافة إلى أخواتنا وإخواننا في الفصائل الأخرى، على أنه ليس النهج الديمقراطي المتوقع والمرجو من النظام السياسي. لذلك
نحن ننظر إلى هذا الأمر على أنه غير ذي صلة باليوم التالي لانتهاء المجازر الإسرائيلية في غزة.